السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني سلاح المجتمع، وهاينو كدو الاستاغني حديثك تدواتن إيا الليح أيان كبلا وينا عاوة فردغان وفردغان لحية طبنات. الحديث السادس والسبعون حديثك تدوا الحديث السادس والسبعون حديثك تدواتن إيا الليح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله الله قرر النقد قال وحوري سألت وحن ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال عمل إيا شقل قبته أحب كيلو وجعليه إلى الله ألا حقي. قال عليه الصلاة والسلام وحوري الصلاة على وقتها، صلاة دي أو وقت كذا اللي قلت كذو. قلت وحن يبوري صحابي ثم أي محاكو حقا. قال عليه الصلاة والسلام وحير ثم بر الوالدين لوذي والده كل شيء بار النقطه. قلت صحابي وحن يبوري وحن قلت وحن ثم أي محاكو حقا. قال وحو رسولك عليه الصلاة والسلام يري ثم الجهاد في سبيل الله، جهادك وضد على جذه هذا اللي قلت قال رواه البخاري ومسلم. حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام حكى أحد لصدح قيبوت قيب تور النبي عليه الصلاة والسلام سؤال شاء وصحابي ويدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وحو صحابي ورسالته وحن ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال عمل كي أما شغل قبته أحب اللي وجه عليا إلى الله يلا حقي. وفقرة كوباد سؤال شيدي كوباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام حرى الصلاة على وقتها، صلاة دي أوقفك إلى لي ووقت كذا وتكذا إلا واحد كلية إلهي سماوات كان نبي لو قد يلمي الوصى فرض يالي انت قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت شوغي تاوى مدي كوبات فقرة دي كوبات. سحاب وحر قلت وحان ثم أي محاكو حقا. قال وحر رسولك عليه الصلاة والسلام وحر بر الوالدين ثم بر الوالدين لابد يكون شيء وبار لو نغضو بر مرك إلهي سبحانه وتعالى مرك حق إيسا كهلو أيا والد كان أدبرد قرآن كمرك سورة البقرة إلهي وكهلي سورة النساء سورة بدن القرآن كم إذا أيها لكن سورة الأنعام قيب بدن سورة معناه اللغمان سورة العنكبوت قيب بدن بيلا قال سورة الأحقاف بلا بدن بيلا سبحانه وتعالى القرآن كذا هاللي حقوق الوالدين. قلت وحان ثم أي محاكو حقا. قال ثم الجهاد جهادك وضد على في سبيل الله وضد على جهادك قد هذا اللي قد قال رواه البخاري ومسلم. حديث قال الحديث السابع والسبعون حديث كتدوات يتدبه عن مغيرة من شعب رضي الله تعالى عنه والد كبير نكجر حديث قاعد ليسعى وغيب كمذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال وحوري إن الله قال عز وجل الله وين حرم وحو حرمي كحرم عليكم كركينا حقوق الأمهات والد كي هو يوين كي عاس اللي قلنا حرم وحرم عليكم كركينا حقوق الأمهات هو يوين كي عاس اللي قلنا وكو وحكلو حرمي وود البنات قبله لدوغة إيغو النول ود البنات حبال أولا لنت وحل ليه جري قبله النول لدوغة إيغانا وحرمي قرآن كان وكوسا ويد المودة تسولة تصدحات وحوية ومن عن قف إنو ديدة إنو وحبحية وحل صدقه يستو إيه وهاتي إسي أنا قمعنا واسفح من عن إساوي إنو منعيه إنو حلب وحمه وقاله وهاتي وانا قادن يا سي وقفوا يسوي وعلى سي اون دوني يعني ان واحد بحيه بانو قلين وكرهها وحو انين نعي الا لكم يدينك ثلاثا صدح بو الله انين نعي قيل وقال ويري ولا يروي قيل وعد يري لما يقان قال ويري لما يقان واتكوبات صدح دي وكثرة السؤال سؤاش فربضن قفك مارت ان الدين انو كبرت اما انك غفا يدين سنين سؤال بدن اسكويدي اسكويدي وكثرة السؤال ومد اللبات وإضاعة المال حوله لضيعه إيادنا ألا وإني كره وصدح ذا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حوله لضيعه إضاعة المال وحوي حوله مال حرام اللي قبحيه ولا سير سيروي قفوا دو حوله سدمان تود مال حلال قبحيه إضاعة المال من قنسوا أبو بكر السدو قدنا وكنا بكو كاني عمر النصب ولبحي حديث كما رواه البخاري ومسلم. هذا نقول لنا مركه عن مغيرة بن شعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال وحوري إن الله عز وجل الله عز معناه جل وين حرم وحرم عليكم كركينا
حقوق الأمهات هو يوينك إن العاسي هو جمع أموي الأمهات وود البنات هبله أما قبله إن الحبال أولى ليو لدوغ يو نولا وحرمي ومن عن قف وحلب عن يوال حرمين ديدو وحبب بحن ما يرادو صدقاتي يخير كي ومن عن وهاتي إسي إنو يرادوون إذا نوال حرمي قف وحنا لبحو تاسوي وكره والله إن نعي لكم مدينك ثلاثة صدعوا إن نعي وإن كرهي تكوبات قيل ويري ومعنى قيل ولا يري وقال ويري قيل ولا يري وقال ويري وكثرة السؤال سؤال بدن هي وإضاعة المال حوله يلا ضيعه رواه البخاري ومسلم. الحديث الثامن والسبعون حديث كسديد يتضبطا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوري جاء وحايمت رجل نبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيمت فقال وحوري يا رسول الله رسولك الله من أحق الناس بحسن صحابتي يا مضن إن مارتي وناك إيو سع أنا سعدت إنما أنا سمعي بحسن صحابتي قال النبي عليه الصلاة والسلام حور أمك هو يدا قال هدنا صحاب وحور ثم من محاك حقا قال النبي عليه الصلاة والسلام حور أمك هو يدا مرلبات قال صحاب هدنا وحور ثم من يا صدح مسواش صدح ثم من قال النبي حور أمك هو يدا قال هدنا صحاب وحور ثم من يا كحيقة قال أبوك أبها رواه البخاري ومسلم حديث كم حقوق لي والك حقوقك الليين ويدي تدواتن يشان إن يالتي أبيه إن يشان اللواتن سدح جرب النبي كل علينا يا مركة يدنا مركة كتاب كورن وانكسوا من ريبا إن شاء الله هدين حسوس سيد يخل دينين بقولك ورا حديث هذا كل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة حجاء وحي بن رجل إن إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوي يمت فقال يا رسول الله رسولك الله من أحق الناس بحسن صحابتي يا أغمضاً إنا سمفل إيا وناك إيو لا صاحبه وحوى البانو سمعيه قال وحو نبقى وير أمك هو يدا قال ثم من قال أمك هدنا هو يدا مرلبات قال ثم من قال أمك هو يدا مركز دعات قال ثم من قال أبوك أبها رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع والسبعون حديث كسقال إيا تدباتا عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عنهما عن راهد وصحابي سابي وصحابي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أبيه أتى وأليمت به النعمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أكاني فقال مركا نعمان وحيري إني أنيق نحلت وانسي ابني ويلكيغن هذا كان غلام من أدوم بانسي كان إيه هذا اللي أنيق نحلت بمعنى عطيته صحابي وحول إني أنا يقول نحلت وانسي ابني ويل كي هذا كان غلام من أدون كان لي أنا إيه هذي ما نبي يقول مر كان مرجلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول يويدي أفعلت هذا بولدك كلهم أفعلت ميات سمي سود ولد سيسي هذا كان بولدك كلهم عرورت هذا نم سيدنا كلمات سيسي قال صحابي وحول لا ماي قال نبي عليه الصلاة والسلام مر كان اتقوا الله لك عبسدا وعديلوا عدالة السماية في أولادكم أبتكينا نحضوذ قدهد عدالة السماية فرجع واعشدي أبي أباهي أدونك وعشدي غلامك وحي المركة فرجع أبي أباهي بأي لسو النقضان فرجع أبي أباهي بيسوع لي فرد واعشدي تلك الصدقة صدقة ويسينا يأهيد غلامك والله النقضي روى البخاري المسلم. حديث كان مركب حكاة يا نبي عليه الصلاة والسلام كما قال لي نعمان بن بشير أبيه وبشيرة مركو ومركا نبي وكان ومرق لني غلاب كان إنه مركا يلي أفعلت هذا بولدك كلهم أبتكا ورن بأساو وضا سميسوض وضا سيسي قال سحيب الله بوي لمي قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم مركا نبي وحويري عدالة السماية أولادنا الأحداث مركا حديث هو الرواية بدأي هاي وقتها يعني إنه سامحني ننسي شرحناه وهو نعمان بن بشير هو يدي أيا مركا مركا وركب ورده وكما سيرتي كدب مركا مركا ويري أدوم من سينا يا بيتر النبي مرقلي سيداسونا مركا النبي وقو كان النبي قونا مركا سوهاش هاسو ويدي عرورتي مركا إن مركا عدالة الله سمية أدو تلمامي إلا ميلا علماء دايكا سور ريبانو أدو مد دروف قوني هاد دايساتو يدو لب مالهو مد قوري سيدي مد جامعة لغا بعين مد دروف خاصة هايساتو مد حانون سنيو ميلا علماء دايكا سور ريبان لكن عدالة الله سمية سياد بر غوضة حديث وحكم دايك إن البرية كوه صامت سمايان كوه سمايان سومت عليه كذلك السداس وقلادنا عدالة السماء حديث كسيديتنا الحديث الثامن الحديث
الثامنون حديث كا سديتمات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أقرع بن حابس صحابي قال لي هذا أبا السارة وحوارك النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال يقبل دنكانيا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يقبل سوى دنكانيا الحسن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال مرك أقرع بوحيري إن لي أنا وحيهاتي عشرة طوان من الولد عرورة ما قبلت واحدا منهم ولي قمت كمذا مردو كان ما قبلت مردو كنن مردو كان واحدا من أو منهم طوان كمذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحير بركو ساير أغرى إنه شاني من لم يرحم وفكا نحريسن لا يرحم لو من نحريسته رواه البخاري ومسلم حديث كان مركا نبقى عليه الصلاة والسلام وقال الله يا أولاد إن حريس إيا رحمة الله موشيو أقرأ وحيد الطبان الموت باندالي وولي قمت كميدا مردوكا سنمركو أركا نبقى سوى حسن دوكا بركا سنبو حقول إنه من لا يرحم لا يرحم وسيد حديث كان وايس وحاكم مدهد محان كوهان أنكرا إن عز الله بينك في قلبك الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبقى سودير رحمة بهذه قلبك إليك قادم مركا رحمة دي والدك أيو حديث كنت الماما يا هو بتكين نحريست يمارتك القعل يمحبا يلوكيش يولا تسو تاسو تلمامي بركة دانكو عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أقرأ من حابس صحابي أقرأ من حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأبركي يقبل إسوا دنكاريا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال أقرأ بوحر إن لي أنا وحياة عشرة طوان ومن الولد عرورتي ذي كمدة ما قبلت واحدا منهم ما قبلت ما ندكن واحدا منهم طوان كمدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حوري إنه شأن من لا يرحم وفك أن حريسن لا يرحم لو من حريسه حديث قال نبي وقوله جرى وتلمام جرى يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء أنقوا سؤالنا مركع الحديث السادس والسبعون حديث لحية الضباط عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله وحوري سألت وحويد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي الأعمال أحب إلى الله عمل كيلو وجعليهي أن سمعي قال النبي حول الصلاة على وقتها صلاة أو وقت جاء لا تكده قلت وحن ثم أي محاك حجة قال النبي عليه الصلاة والسلام حول ثم بر الوالدين لودي كل شيء أدبره النقطة قلت وحن ثم أي محاك حجة قال ثم الجهاد في سبيل الله وضد الله جهادك لو معنى لو جهاده تسوي ضد ما تشكك قالوا مارتي سيد الرجاء القرآن كتب إليهم جهادك لو ما بانه مارك تترك الجهاد فريضة تسيده كو أردن هذا كور ودنك أردن وكتاب كقري ولا جهاد كن لقته وفرض وواجب ويام الحديث السابع والسبعون حديث كتدبات يتدبو عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبو قال وحر إن الله عز وجل الله عزيز كي وين حرم وحرم عليكم كركينا حقوق الأمهات ويوينك عاصي النغضة وود البنات قبله إلا حبال أوليو يغو النور لدوغو ومن عن معنى هين وقف جديده يا وهاتي قبل هذا واجران وحاول لغا يابا ان وقتي هور ما مركه او تران كلا زاره وا قبل هدي له ميل هدي لا سو تورا جيرو لديلو مركه وود البناتي قبله هو مركه الحوال ليو لديلو ومن عن يديدنو يا وهاتي السي وكره وحالين ان علكم اذنك ثلاثه صدح قيل ولا يري قال و يري واكو وكثرت السؤال سؤال فربضن واضاعه المال حوله ولا ضعه وإضاعة المال كثرة السؤال وحاول يقف قد علب كفايدين يسون كفايدين سنة سؤال وبدنيا أما سؤال تعنت كه مارت كده وذات كنيو يقانيو كبدية تا حرام من غنيسة إنك سوسيد هذا بسؤال بدن لقى في عين الحديث الثامن والسبعون حديث كسديد تدباتا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحر جاء رجل نبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيمت فقال وحر يا رسول الله رسول قال له من أحق الناس بحسن صحابتي يا إيقم مدن إن أن مارت الله صاحبه أن سمفلي وناقو سميه قال وحر نبي يقول أمك قال نك وحر ثم من قال رسول وحر أمك قال هذا نك مرسد هذا وحر ثم من قال أمك ويدا سدح جير قال ثم من مرك أفراد ك قال أبوك أبهار والبغار ومسو الحديث التاسع والسبعون حديثك سقال يتضباطا عن عمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أبيه أتى وأليمت به النعمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك فقال وحير النعمان إني أنيو فقال بشير بوحير إني أنيو نحلت وانسي ابني ويلكي هذا كان غلام من أدون
كان إيه هذا اللي أنيقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حويري أفعلت مياد سميس هذا كان بولدك كلهم لما أنت أدوبت كاك مياد وحد سيسي سيدا كان وكله سيدا نعمان كان أدو سيسي كل واد مياد سيسي. قال مركا بشير وحوري الله قال رسولك عليه الصلاة والسلام حوري اتقوا الله لك عبصده وعدلوا عدالة السمية في أولادكم عرورتي إن نحضوا عدالة السمية. فرجع واي علي بولي النعمان بالي فرجع أبي أباه إلى النقضي فرد واي عشد واي إلى النقضي تلك الصدقة صدقة رواه البخاري ومسلم. حديث كان أود من الحديث الثمانون حديث كسديات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أقرع من حابس أقرع بن حابس بأبا سرى أركي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقبل إساقر كان يا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. فقال أقرع بوحي إن لي أنا وحياة عشرة طبر ومن الولد عرورتك كمذا ما قبلت واحدا منهم مت كمذا مدن كنن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أمر كوحي إنه شاني من لا يرحم من كان حريسان لا يرحم لو من حريسان. يروى البخاري ومسلم. هل قاسم قدر الساقين جزاكم الله عزيزي استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.